السلام عليكم أصدقائي، كنعتذر لايف الأول تي بلي داز بلا صوت أصدقائي، يعني تنظر ما سمعتوش الصوت في الفيديو الأول، كنت شي صديق يدخل ويقول لي واش كاين الصوت. نعاود بالزربة أصدقائي، نشرح لكم من جديد. كنعتذر الصوت في الأول ما كانش مسموع، ما فهمتش علاش. تحية لكم أخوتي، واش طالع كاين الصوت؟ واش كاين الصوت دابا الأصدقاء؟ على أيه غنبداو؟ رقم واحد قلنا أصدقائي، لمس رقم جوج لمسك ديالو، سيزيام تروازيام ستيام كوطي بحداش، ثلاثة لمسك ديالو تروازيام دوزيام سيزيام كوطي بثلاثة، رقم ربعة لمسك ديالو بروميام ديستونس كوطي بخمسطاش، رقم خمسة لمسك ديالو ويتيام تروازيام كاتريام مكوطي ب25، ورقم ستة لمسك ديالو نافيام ديستونس مكوطي ب33، رقم سبعة لمسك ديالو ديستونس سيزيام ديستونس مكوطي ب76، ورقم ثمانية لمسك ديالو ويتيام ديستونس مكوطي ب44، ورقم تسعود لا مزيك ديالو ديستونس كاتريان بروميان. وكنعتذر اصدقائي، سمحوا لي بالزربه، على اي غادي نتخطاو هذه الخطوه وغنخليكم تفيريفيو الارقام من راسكم. غادي ندوزو ديريكت، انا صورت هادشي، غندي لكم الارقام اللي ايكالاتو هانتوما. على اي اصدقائي ديال الإيكالات، كاين الربعات الإيكالات، كاين تلاتة وتسعود وحداش وتلطاش، هادو هما الإيكالات ديال الكورسة أصدقائي. نبنيو عليهم تاني اللعب ونزيدو عليهم جوج الأرقام ولا رقم ونلعبوهم لعبة وحدة. على أي المجموعة ديال الفيتس الجوج والعشرة والربعة والربعطاش كلهم في اللعب بريفيو الأرقام. العشرة رمزيان، أنا غنلعب احتمال واحد وهو تلاتة تسعود عشرة حداش تلطاش، ولا كان شي توكال شي توكال اصدقائي راه هو الخمسه، يعني توكال الوحيد اللي كاين في الكورسه هو رقم خمسه، خمسه راه في اللعب. ديرو باحتمال ورا اكس اللي عنده الامكانيه يدير بجوج الارقام على هذوك الربعه الاولانيين 3 9 11 13 ويزيد جوج الارقام من عنده ويلعبهم سته طوال، راه تما فيهم اللعب. هذا هو الجدول اصدقائي، كما كتلاحظوا السطر الاول دائما كيتضمن الفوري 9 10 11 4 13، هذو هما الفوري ديال الكورس. 14 و12 و6 و3 و5 كيبقاو في اللعب. رقم 12 اصدقائي توكال، يعني عنده 5 ايام في هذه المسافه وعنده فيم العوده، كاين جوج عودات، كاين 11 وكاين 12، والبقيه كلشي هون كرا اصدقائي، كلشي بغالب حاشاكم. السطر تاع التوكال جوج 8 7 15 1، هادو هما التوكالات ديال الكورسا اصدقائي بريفيو الارقام. على اي لعبه وحده اللي غنلعب، غنصورها قدامكم وغنحبس البث. درت اللايف في الاول الساعه ما خرجش فيه الصوت، انا خدامه اصدقاء ما يمكنش نبقى نعاود سبعه مرات. اللعبة اللي بانت لي منطقية أصدقائي هي هادي، اللي لعبة وحدة تجيب ولا تغيب. عندنا داك خمسة بينا نضيفوه في بلاصة 13، 13 ما عندوش المسافة غيمشي بحالاتو، وغنضيفو الخمسة أصدقائي في بلاصة داك الطريس ونقصو شوية من الإيكالاس ونلعبو غير 3 9 11 وربما غير 9 11 هي اللي حقيقية أصدقائي. تداك ثلاثة مشكوك في أمره، عنده المسافة راكب على هونغر. خويا مراد الزين تحياتي ليك، والصوت مسموع أخويا؟ واش كاين شي صوت؟ كتسمع الصوت أخويا؟ الصوت مسموع؟ جاوب من فضلك خويا، باش نقول باش نكمل في الشرح ولا نحبس. رقبت على الصوت ما يكونش مسموع تاني ونبقى نهايزر بوحدي. على اي قلنا الخمسة احسن من 3 اصدقائي واحسن من 13،
خمسة راه طوي كيل، عنده ويتيام تروازيام كاتريام بهاد المسافة، عنده هانجر 6 سنين. ورقم 3 توكالا اصدقائي في اللعب. السلام خويا الله يجيبها سميلة. امين اخويا محمد، تحياتي ليك، الله يحفظك اخويا العزيز. داكشي اللي بغينا ان شاء الله. الجدول اصدقائي الا كان الصوت مسموع، 9 10 11 4 13، هادو هما المرشحين بكثرة الفوز بالسباق. غنغيروا فيهم الارقام، مشكوك في امرها، يعني بنت لي تما غير 9 10 11 هي اللي شويه في اللعب. رقم 11 عنده تروازيام دوزيام سانكيام في هذه المسافه، عنده قبل عوده 5 سنين ولكن ما عداش المسافه اللي هي 2850 متر. كل شيء ممكن اصدقائي. هي القراءه بالزربه، داكشي بسط لكم الامور كما على الله. أركم بروك وتحية، لعبوها 6 طوال، ضيفوا عليهم الخمسة، حالة بيشون نلعبوا معاهم اللعب اليهودي، نلعبوا غير ب 12 درهم، ونحيدوا 3 ولا 13، نضيفوا بسطوا الخمسة، بربحية والأرقام أصدقائي، أعطيكم، والله يسهل عليكم أخوتي كاملين، كنتمنى لكم التير، وكنتمنى لكم حظ بخصوص الكوارتي اللي كاين، واللايف الثالث غنديروا مراجعة للكوانتي ونشوفوهم أش خلاو. والكوطاج النهائي اللي وصل لي، اللي وصلت ليه الكورس. على اين اصدقائي، تحياتي للجميع ونهاركم مبروك، والى اللقاء في حلقة قادمة ان شاء الله.